يوتيوب تحميل الأفلام. هل هذا هو الفيلم الذي صورته عن الفراشات؟ نعم، لقد قمت بتصوير هذا الفيلم لدرس العلوم، ثم قمت بتحميله للتو على اليوتيوب حتى يستطيع معلمي وباقي الصف من مشاهدة الفيلم. وهل تستطيع أن تحمل المقاطع التي تصورها على اليوتيوب؟ بالطبع، فإن موقع اليوتيوب يسمح لأي شخص بتحميل المقاطع المرئية، مثل هذا المقطع الذي التقطته من آلة التصوير الرقمية. وبعد تحميل المقطع، يستطيع الآن الملايين من الناس الذين يبحثون عن أفلام الفراشات أن يجدوا فيلمي ويستفيدوا منه.